تسوية وشيكة للنزاع هناك. ومعنا من نيويورك جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. أهلا بك سيد جمال وعذرا على التأخير. بداية، هل هنالك عودة وشيكة إلى اليمن؟ لا، إن شاء الله سأكون في اليمن في الأسبوع المقبل، وهذا في إطار مواصلة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي ومن طرف الأطراف الإقليمية من أجل الدفع بتسوية سياسية. طيب، اليوم ضعنا في صورة الاتصالات والتحركات التي تجري، لا سيما بأن مبعوث الاتحاد الأوروبي يقول بأن هنالك تسوية وشيكة، هل هذه الأنباء صحيحة؟ سأزور اليمن الأسبوع المقبل وستأكد كذلك يعني من الأخبار الرائجة حاليا حول إمكانية التقدم في العملية السياسية. على أي حال، احنا نشجع جميع الأطراف للمساهمة في العملية السياسية، وقرار مجلس الأمن قرار 2014 اللي صدر أخيرا دعا جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية، اتفاق سياسي مبني على أساس المبادرة الخديجية، وهذا ما نسعى إليه الآن، وسنواصل هذه الجهود. وكذلك نفس القرار يطلب يعني من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة مساعيه الحميدة، وكذلك زيارتي لليمن كمبعوث الخاص، والاستمرار في حث جميع الأطراف لتنفيذ بنود القرار. وسنقدم تقرير لمجلس الأمن، لأنه القرار يطلب تقديم تقرير حول تنفيذ القرار في مدة 30 يوم. وفي طيب. هذا الإطار يعني سنزور اليمن إن شاء الله. طيب، الرئيس اليمني أبدى تجاوبا مع قرار مجلس الأمن، هل يعني أبدى أي خطوات عملية لتطبيق هذا القرار الذي يتخذ من المبادرة الخليجية كأساس له؟ جميع الأطراف عبرت على ترحيبها لهذا القرار، لكن سأتأكد من خلال زيارتي ومشاوراتي مع الجميع إلى أي مدى تم تطبيق وتنفيذ هذا القرار، وإلى أي حد نحن اقتربنا الآن من حل سياسي وتسوية سياسية. نائب الرئيس اليمني لا يزال موجودا في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، هل تتوقعون عودته بشكل قريب، لا سيما أن له دور وفقا للمبادرة الخليجية؟ نعم، السيد نائب نتمنى له الشفاء العاجل، وكذلك نتمنى لقائه في صنعاء للاستمرار في نفس يعني الجهود التي بذلناها يعني في المدة الأخيرة. سيد جمال، بالعودة إلى المبادرة الخارجية وقرار مجلس الأمن، الرئيس اليمني يبدي تجاوبا مع قرار مجلس الأمن الذي يستند إلى المبادرة الخارجية، ولكن في الوقت عينه يقول بأنه لن يتنحى عن السلطة ولن يسلم السلطة، وهنالك الشرعية الدستورية، وأنه لابد من الحوار للاتفاق على آلية لتنفيذ المبادرة اليمنية. كيف تقرؤون ذلك؟ نحن يعني بحثنا هذا الموضوع مع الأطراف كلها بما فيها الأطراف، الحزب الحاكم، الحزب المؤتمر، وحاولنا ما أمكن أن نقرب وجهات النظر، وفعلا يعني تم الاتفاق على الملامح الأساسية لكيفية الدخول في المرحلة الانتقالية. هناك قضايا مهمة لا زالت عالقة، وهذا ما سينصب عليه النقاش خلال زيارتي القادمة. ما هي القضايا التي لا تزال عالقة إلى حد الآن؟ المسألة الأولى المهمة، يعني أهم شيء، وهو مسألة نقل السلطة خلال المرحلة الانتقالية الأولى إلى حتى تاريخ تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. ما هو وضع الرئيس؟ ما هي صلاحيات النائب؟ هذه هي النقطة الشائكة لحد الآن، لكن أظن أنه حتى بالنسبة لهذه النقطة ممكن الخروج بصيغة توافقية من أجل الدفع بالعملية السياسية للأمام. ما هي الصيغة التوافقية التي تطرحون إذا كان الرئيس لا يزال إلى حد الآن يتمسك بالشرعية الدستورية وانتخابات مبكرة؟ انتخابات مبكرة أظن عدد كبير من الأطراف، أطراف كثيرة اتفقت على هذا،
لكن انتخابات مبكرة في أي إطار؟ في إطار تسوية شاملة وتشمل قضايا أخرى، يعني من حيث ترتيب وتنظيم وإدارة العملية الانتقالية، وكذلك يعني في هذا الإطار تأتي مسألة نقل السلطة. هناك أفكار كثيرة، احنا نطرح عادة يعني أفكار جاهزة لحل هذه المشاكل. احنا دورنا أساسا ودور تيسيري، الحل لن يكون إلا يمني، والحلول لا يمكن تأتي إلا من اليمن، ومن خلال التواصل هذه المشاورات الدائرة الآن. شكرا لك جمال بن عمر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. نعود إلى الشأن السوري، حيث